معقولة مجلس انتهت هذه القضايا وقعدنا نناقش قضايا مثل هذه القضايا من نواب صار لهم سنين وهم بهالمجلس ومجالس سابقة مثل النائبة صفاء لاشم الأخت الأخ زميل ذكر اسمي اعتب على النواب اللي يقدمون مثل هذه المواضيع أنا أتكلم عن سحب عساكر المفروض مهمته الحماية والدفاع أيا كانت رتبته هذا عسكري خدم الكويت ما تسحبونهم عشان يدور في ممرات مجلس الأمة ولا يطلع مطراش تجيبونهم عساكر عشان التنفيع ما يصير نقول والله مطاريش أو نقول انتفاع أو نقول جريمة عشان يطلع له مكافأة فوق الراتب أنا أقول أولى نواب الأمة يشيلون ويلغون السكرتاري أنا عندي أربع سيدات كويتيات فاضلات اللي موجودين في مكتبي تكون عقل ثاني يفكر معاي النواب مشاركين عندهم سكرتارية هذه الفكرة من إنه يكون عندي سكرتارية تقول عطى من جيبك بتساعدة مالية ساعدة من جيبك ليش ما تعطينهم من جيبك بس ما تجيبهم وما يتواجدون حتى في المجلس ما قاعد يتواجدون ما تروح تقول والله ألق كذا وبعدين هذول من اللي يقولكم إن الناس قاعدة تبصهم هذيلا مفروزين هدد هذيلا مو سكرتارية هذيلا يوني يبصمون الصبح ويمشون كلهم قاعد يبصمون يقول فرز العسكري شنو السالفة هدد تضارب مصالح أنت اللي السكرتارية اللي تبع النواب ليش ما تعطونهم من جيبكم أنا شخصياً منائب ما فرست ولا واحد من حقي الاطلاع وأبي أعرف كم كل نائب فارز عسكريين أبي أعرف